كلما الرابطه باهل البيت تكون اعمق اوثق التوفيق يكون اكثر الله تعالى اعطى مقاليد الكون بيد اهل البيت اهل البيت الله تعالى اعطاهم الولايه التكوينيه في هذه الدنيا وفي الاخره كل ما واحد رابطته باهل البيت تكون اعمق، وتكون اوثق، توفيقه في هذه الحياه يكون اكثر. اذا واحد يريد المال، ماذا يفعل؟ يلجا الى الاثرياء، يقترب الى الاثرياء. إذا واحد يريد السلطة ما هو الطريق؟ يلجأ إلى الحكام، كل ما واحد يكون أقرب إلى الحكام يكون أقرب إلى السلطة. إذا واحد يريد الوجاهة عند الله من هو أوجه الوجهاء عند الله؟ محمدٌ وآل محمد. أقرب الناس إلى الله النبي وأهل بيته أقدر الناس في هذا الكون النبي وأهل بيته أثر الناس في هذا الوجود النبي وأهل بيته المفاتيح بيده إذا واحد لجأ إليه قوى الرابط به. احنا نقرا في زياره عاشوراء، اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام. الشيخ عبد الكريم الحائري رحمه الله الذي كون الحوزه العلميه في قوم. والآن بيته موجود هنا في هذا السقاق تمرون على بيت هذا الرجل عندما كان المرجع الأعلى قبل أن يبدأ بالبحث العلمي في كل يوم كان يأمر واحد أنه أذكر مصائب اهل البيت. كم دقيقة الخطيب كان يقف ويقرا مصائب اهل البيت. مصائب سيد الشهداء صلوات الله عليه. هذا برنامجه كان في كل يوم. وفي ايام عاشوراء كان يخرج مع المواكب، مع اللاطمين. وكان يلطم على صدره كانوا يقولون له شيخنا هذا مو مناسب لك انت المرجع الاعلى كيف تخرج مع الناس وتلطم كان يقول انا كل ما عندي من توفيق وخير هذا كله ببركه الامام الحسين صلوات الله عليه كل ما عندي كل ما واحد يكون اقرب الى اهل البيت يكون اكثر خدمة لاهل البيت يكون اكثر توجها إلى اهل البيت يكون اكثر تأدبا مع اهل البيت يكون أكثر معرفة بمقام أهل البيت أهل البيت مو أفراد عاديين لهم مقام شامل المعرفة لها درجات يفيضون عليه أكثر يعطونه أكثر